ربع ساعة أخير تقريبا في الإفريقي. برهان الحكيمي ممتاز، برهان الحكيمي، ولكن يرجع الجزاء عزيز القاسمي، وأيوب بن مشارك ياخذ الكرة في 81 تقرا 9 الإفريقي وبيد التيمومي. رغم التأخر في التحضيرات، رغم الأزمة المادية، الهجوم من الجهة اليسرى، العبيدي كرة طويلة، وهناك محاولة أخرى بالنسبة للنادي الأفريقي وكذلك الاتحاد. الكرة للنادي الأفريقي في الفترة الأخيرة، كرة مدافع لكن ترجع للأفريقي، من جيد بالمدافع وترجع لفريق النادي الأفريقي، كرة من جيد لو تسرب على الجهة اليمنى والتصويب كانت فوق مرمى الحارس أسامة الحنزولي. اثنين بتشكيلة الفريقين، وأبدأ بالنادي الأفريقي في فترة ثانية مهمة جدا مع ست الميدان، تكون خطورة كبيرة لأنه في منطقة حلا شماخي بعزيز، ثم أيوب بن مشارك، جنسية فرنسية وتونسية متكون في فرنسا، لكن من المفترض أن يكون فيها الجزائري بن عيادة مع بداية الموسم. كرة بعزيز، بعزيز ثم أيوب بن مشارك، وسام بقى لاعب ديما 2-0 للاتحاد على حساب الافريقي. بالحاجة عليه ولكن كرة الافريقي تستمر، أيوب بن مشارك يلعب كرة ممتازة، ممتازة جدا، بعزيز، بعزيز الكرة الأخيرة وتمشي ركنية، كانت ممتازة الفكرة. لعب مع أيوب بن مشارك، أيوب بن مشارك يلعب الكرة الطويلة في اتجاه ياسين الشماخي، الشماخي توصل الكرة أمامه بن عكرمي، الشماخي متواصل لإسكندر العبيدي. أيوب مشارك، سياسي في على افريقي، كانت عنده تجربه خارجيه وقبلها مع جمعيه الحمامات في الافريقي، في قبل ما يجي الافريقي. هذه كوره اما الافريقي بسبعه لاعبين، هذه كوره ترجع من الدفاع التيح حماس النادي الافريقي. معز الحاج علي، أيوب بن مشارك قصري، انطلاق المباراة طبعا وحوار النادي الافريقي واتحاد تطاوين في الاتحاد المتكون من صادق التوج ويتوين في ملعب حرونف. الكرة لأيوب بن مشارك، أيوب بالراس يا خا بن مشارك، بليب الذي كانت له تجربة مع الاتحاد الرياضي المنسف. كرة للنادي الافريقي في منطقة الجزاء، محاولة المرور الأخيرة ترجع للنادي الافريقي والاتحاد الرياضي بتطاوين. الكرة للنادي الافريقي، أيوب بن مشارك، أيوب كرة بالراس، صادق التوج أسبق على الكرة، تبقى للنادي خليل القصابي، أيوب بن مشارك، الكرة للنادي الافريقي ما لقاش الحلول في وسط الميدان، وسط النادي الافريقي ما لقاش التركيبة المثالية من أجل صنع اللعب، أيضا التنشيط الهجومي هو في وسط الميدان. أيوب بن مشارك، كان تمريرة من خليل القصاب، ثاني عبد السلام، زوز أشقاء، محمد علي هو الأكبر والعزيز. ترجع كرة لقلعة باب جديد في موسم المئوية لنادي عريق ونادي كبير في تونس. ترجع كرة للنادي الافريقي بعد أن خرج لتلقي الإسعافات إدم قرب على حافة الميدان، كرة طويلة في منطقة الجزاء بالراس، يخرج بالكرة في اتجاه أيوب بن مشارك، أيوب لتنفيذ رمية التماس للنادي الافريقي في اتجاه أيوب بن مشارك، أيوب يطلب الكرة. هذه فارقة بالتأكيد لا ترضيه هذه النتيجة، المدرب الأسعد الدريدي طبعا بما أنه يستضيف اتحاد تطاوين وبالتالي سيكون توجه هجومي أكثر، كما قلنا بما أنه يستضيف اتحاد تطاوين على أرضية ميدانه، ولو أنه مش في ميدانه لكنه هو المستضيف العاصم. الدائرة المركزية لوسط الميدان واعدة والبداية، النادي الافريقي على سر بعزيز، تبقى خليل القصاب في افتكاك الكرة، ما بلاش البلاء الحسن خليل القصاب، هذه الكرة وسط الميدان، أيوب بن مشارك، التمريرة كانت من وسام يحيى، 1-2 تبقى دقيقة 37، تتغير المعطيات ومؤشر فيها، لكنه قلب المعطيات على المنافس، عدل